بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، كل عام وأنتم بخير. من الاستوديو التسجيلي لمدرسة سان جوزيف هنشرح النهاردة درس جديد بعنوان أسلوب النداء. الدرس موجود عندنا في الوحدة الأولى بعنوان أسلوب النداء. طيب تعالوا نتعرف مع بعض أسلوب النداء هيتكون من إيه. أسلوب النداء هيتكون من أدوات النداء اللي هتبقى في الأول أو أداة النداء، وهيجي بعدها المنادى. أدوات النداء ويجي بعدها المنادى. أدوات النداء عندي الهمزة لنداء القريب، أي لنداء القريب، أيا لنداء البعيد، هيا لنداء البعيد، ويا للقريب أو البعيد أو للقريب والبعيد، وتستخدم الاتنين مع بعض. طيب لازم اعرف عندي ان المنادى اللي هيجي بعد اداة النداء هيبقى له نوعين. المنادى اللي هيجي لي بعد اداة النداء هيبقى له نوعين، لازم نبقى عارفين مع بعض. النوع الاول هيبقى منادى معرب، والنوع الثاني هيبقى منادى مبني. النوع الاول هيبقى منادى معرب، والثاني هيبقى منادى مبني. المنادى المعرب عندي هيبقى منادى لما باجي اعربه منادى منصوب بعلامات النصب عندي. علامات النصب عندي الفتح والياء، الفتح طبعا في حالة المفرد، تمام، والياء في حالة المثنى وجمع المذكر السالم، وعندي الكسرة في حالة جمع المؤنث السالم، وعندي الألف لو كان اسم من الأسماء الخمسة، لو كان اسم من الأسماء الخمسة. وهنعرف بالتحديد لما نيجي ناخد إن شاء الله الأنواع بتاعتنا هنتعرف على العلامات دي. طيب في حالة البناء المنادى عندي ما باجي أعربه بقول منادى مبني على علامات الرفع. أنا عندي علامات الرفع طبعا الضمة أو الواو، تمام، الضمة طبعا في حالة مفرد أو لو كان جمع تكسير أو لو كان جمع مؤنث سالم، وعندي الألف لو كان مثنى، وعندي الواو لو كان جمع مذكر سالم، تمام، وبيبقى في محل إيه نصب. المنادى المعرب عندي منه ثلاث أنواع: منادى مضاف وشبيه بالمضاف ونكرة غير مقصودة، وعندي المنادى المبني نكرة مقصودة، وعندي العلم اللي هي أسماءنا، تمام، وعندي نداء ما فيه ال. طيب تعالوا ناخد نوع كده ونبدأ نتعرف مع بعض ازاي يعربه او ازاي اتعرف على نوع المنادى فيها. عندي اول نوع عندي المنادى المضاف. المنادى المضاف، والمنادى المضاف ده بيكون عندي كلمة نكرة وبيجيلي بعدها معرفة. كلمة نكرة وبيجيلي بعدها معرفة، والمعرفة اللي هتجيلي بعدها دي هتعرب مضاف اليه، وهتعرب، وركز معايا في الكلمة دي قوي، تعرب عندي مضاف اليه، الحته دي مهمه قوي، وبيكون فيها المنادى منصوب، تمام. طيب وطبعا المنادى فيها ممكن يجي لمفرد او مثنى او جمع او يجي لي اسم من الاسماء الخمسه. تعال ناخد كده مثال عشان نتعرف على الموضوع ده: يا عبد الرحمن اجتهد في دراستك، تمام. يا انا عندي اداه النداء، ها يا. طيب عندي المنادى عندي هو الكلمه اللي هتجي لي بعد اداه النداء اللي هي كلمه عبد، تمام. طيب هعربها ايه؟ لازم اتعرف على النوع الاول، نوع المنادى هنا ايه؟ يعني عبد هنا هقول منادى نوعه ايه؟ طيب هبص على الكلمة اللي بعده، لو الكلمة اللي بعده هتعرب مضاف اليه، والمضاف اليه هو الكلمة التي تأتي لتوضيح وتخصيص الكلمة التي قبلها، تمام؟ كلمة تأتي لتوضيح وتخصيص الكلمة اللي قبلها او الاسم اللي قبلها، تمام؟ فانا لو بصيت عندي في المثال هلاقي عبد عندي هي المنادى، تمام، والرحمن هو المضاف اليه اللي عندي، فما اجي اعرب عبد هنا هقول منادى منصوب وعلامه نصبه الايه الفتحه، تمام. طيب تعال بص في المثال الثاني عندي: يا ابا احمد انتبه، تمام. ها ابا عندي هنا ها اسم من الاسماء الخمسه اللي هي اب واخ وحم فم وزو، تمام كده. ها ابا اسم من الاسماء الايه الخمسه، وانا لسه قايل لك قبلها دلوقتي ان الاسماء الخمسه بتبقى منصوبه بايه؟ بالالف. فما اجي اعرب هنا ابا اقول منادى منصوب وعلامه نصبه الالف لانه من الاسماء الخمسه. وانت ما كنت بتدرسها في الصف السادس الابتدائي كنت عارف ان الاسماء الخمسه بيجي بعدها ايه؟ مضاف
برافو عليكم، مضاف ايه اليه. فلو جيت اعرب احمد عندي هنا، هيبقى احمد هنا هيبقى يعرب ايه؟ مضاف اليه. فالنوع ده اعرف ان هو منادى مضاف، منادى مضاف. لازم اركز تاني، المنادى المضاف هو النكره التي ياتي بعدها مضاف اليه، نكره، كلمه نكره ياتي بعدها ايه؟ مضاف ايه اليه. طيب ده النوع الاول اللي عندي. طيب عندي نوع تاني بيبقى شبيه بالمضاف، او اسمه المنادى الشبيه بالمضاف. ايه المنادى الشبيه بالمضاف ده؟ هيجي لي بعد النداء او يتصل به شيء يتمم معناه او يوضح معناه. يعني هيجي لي كلمه بعد المنادى، الكلمه ديت ها هتبقى تقوم بدور المضاف اليه في توضيح ما قبلها، ولكن لا تعرب مضاف اليه ومش هتتعرب مضاف اليه. طب تعال ناخد مثال عشان تبقى واضح. تمام، يا مسافرا الى مصر ستجد شعبا كريما. يا مسافرا، ها مسافرا عندي هنا النداء، أداة النداء عندي يا طبعا، ها والمنادى هو اللي هيجي بعد أداة النداء اللي هو كلمة ايه؟ مسافرا. تمام، ها طيب الى مصر، الى مصر. طيب اعرابها هنا ايه؟ ها الى حرف جر طبعا، ومصر هيبقى ايه؟ اسم ايه؟ مجرور. تمام، طيب ما اجي اعرب المنادى عندي، هو المنادى منصوب وعلامه نصبه الفتحه، لان كلمه مسافرا هنا هتبقى ايه؟ ها مفرد طبعا. طيب يا متقنا عمله، لو انت بصيت عندي على المنادى عندي هو كلمه متقنا جاي فيه التنوين بالفتح، تمام، ودي زياده الالف، الالف اللي موجوده عندي. وانا عندي حاجه مهمه جدا، لان انت ممكن تيجي في المثال رقم 2 ده وتقول لي يا مستر ما هو متشابه مع المنادى المضاف. متشابه فيه يا حبيبي؟ ان هو جايب لي كلمه عمله هنا هتعرب مضاف اليه. اقول لك لا، ما تعربش مضاف اليه. ليه؟ لان المضاف اليه الكلمه اللي قبله لا تقبل التنوين، الكلمه المضافه لا تقبل التنوين، ما ينفعش يجي فيها الايه؟ التنوين. تمام، طيب يبقى هنا متقنا هقول منادى ايه؟ شبيه بالمضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأن جالي كلمة بعده ها قامت بدور المضاف إليه في توضيح ما قبلها، ولكن لا تعرب مضاف إليه. وإن شاء الله كلمة زي دي هتتعرف على إعرابها إن شاء الله بإذن الله في الصف الأول الثانوي بإذن الله. تمام، ها يبقى المنادى هنا عندي شبيه بالإيه؟ بالمضاف. إيه المنادى الشبيه بالمضاف؟ هو أن يأتي بعد المنادى كلمة توضح ما قبلها، ولكن لا تعرب مضاف اليه، فبسمي المنادى عندي هنا شبيه بالمضاف. طيب النوع الثالث اللي عندي هو المنادى النكره غير المقصوده. تمام، ايه نكره غير مقصوده دي؟ يعني هيجي لي المنادى كلمه نكره. طب ليه كلمه غير مقصوده؟ وهي التي لا يقصد بندائها شخص معين. تمام، يعني ما جاي بنادي بيها انا ما اقصدش شخص معين، بل تصدق على كل فرد تدل عليه. يعني ممكن تمشي على ناس كتيرة قوي. يعني ما اقول لك يا مؤمنا في المثال الاول اهو، يا مؤمنا اتق الله. تمام، كلمة مؤمنا هنا انا ما اقصدش شخص بعينه، انا اقصد كل المؤمنين. تمام، بيها خلاص. طيب تعال بص في المثال التاني، يا مؤمنين اتقي الله. يا في المثال التالت، يا مؤمنين اتقوا الله. تمام، في المثال الرابع، يا مؤمناتي. تمام، اتقينا الايه؟ الله. طيب لو جيت بصيت في الامثله دي كلها هلاقي ان المنادى فيه حاجه مميزه، والحاجه المميزه بيه ان هو بيبقى ايه؟ منصوب. فتلاقي علامات النصب جاي عندك، ادي الفتح في حاله المفرد، وادي الياء في حاله المثنى، والياء برضو ايضا في حاله جمع المذكر السالم، والكسر في حاله الايه؟ جمع المؤنث السالم، لان انا عارف ان جمع المؤنث السالم ينصب بالايه؟ بالكسره. طيب اما اجي اعرب المنادى فيها اعربه ازاي يا مستر؟ ها هنلاقي الاربع امثله اللي عندي المنادى فيهم هيبقى منادى منصوب، ولكن تختلف هنا علامات النصب بقى. تمام، اختلفت ليه؟ على حسب عدد الكلمه. تمام، لو جيت بصيت في المثال الاول هيبقى علامه نصبه هنا الايه؟ الفتحه. في المثال الثاني هيبقى علامه نصبه هنا الياء. في المثال الثالث هيبقى علامه نصبه هنا الياء. في المثال الرابع هيبقى الكسره. طب اختلفوا ليه؟ لان المثال الاول كلمه مؤمن هنا مفرده، والمفرد ينصب بالفتح،
والمثال الثاني والثالث، ها الكلمة هنا جاية مثنى وجمع مذكر سالم، والاثنين بينصبوا بالايه؟ بالياء. وفي المثال الرابع هلاقي ان هنا الكلمة جاية جمع مؤنث سالم، تمام، وجمع المؤنث السالم ينصب بالايه؟ بالكسرة. هو بس في خطأ بسيط عايز انبه عليه، ان كلمة علامة هنا ان تاء مربوطة وليست تاء بايه؟ مفتوحة، هو خطأ كتابي بس فقط. طيب لو جيت بصيت للمثال اللي بقى النوع اللي بعده، ها اخش بقى على المنادى المبني. اول نوع من المنادى المبني هو النكره المقصوده. هناك قلت لك غير مقصوده، ان انا مش ها ما بقصدش بيها شخص معين، انما هنا لا انا هقصد بيها شخص معين، هجيب كلمه نكره بس اقصد بيها شخص معين. بس لازم افرق، وده نقطة مهمة جدا، ما بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة في حتة معينة، وهي ايه؟ ان النكرة غير المقصودة اللي احنا خدناها قبلها قلت لك ان هي بتيجي منصوبة فبتلاقي فيها علامات النصب. طب النكرة المقصودة؟ قال لي لا، النكرة المقصودة دي بتيجي مبنية على علامات الايه؟ الرفع، ها في محل الايه؟ النصب. طب تعال ناخد امثلة عشان نشوف. ها هتلاقي ايه؟ يا طالب، ما قلتلكش يا طالبا، ها ما جبتش فيها تنوين بالفتح، لان لو جبت الفتح يبقى بقت نكره غير مقصوده، تمام. طب انا جبتها هنا يا طالب بالضم، تمام، فبقت هنا نكره ايه؟ مقصوده. طيب اجي اعربها، اعربها ازاي؟ اقول طالب هنا هي المنادى طبعا، فاقول منادى مبني على الضم، تمام، في محل الايه؟ النصب. تعال بص في المثال الثاني، يا طالبان اجتهدا، ها فين المنادى عندي؟ كلمة طالبان جاي فيها علامة الايه؟ الرفع، لأن المثنى هنا يرفع بالايه؟ بالألف. طيب أعربها إزاي؟ ها هقول منادى مبني على الألف في محل الايه؟ نصب. طيب تعال بص في المثال الثالث، يا مصريون، ها جمع مذكر سالم أهو، وجمع مذكر سالم بيرفع بالايه؟ بالواو. يبقى أما أجي أعرب المنادى هنا النكر المقصودة ده، ها هقول ايه؟ منادى مبني على الواو في محل الايه؟ النصب. طيب في المثال رقم 4 هلاقي الكلمه هنا جت جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يرفع بالضم، خلاص، فما اجي اعرب اقول منادى مبني على الضم في محل الايه؟ النصب. هاكد تاني وهقول تاني ان انا عندي فرق ما بين المنادى النكره المقصوده والنكره غير المقصوده. النكره غير المقصوده فهي معربه، يعني ياتي فيها المنادى منصوب، يعني الكلمه اللي هتجيلي على طول هقول منادى منصوب وعلامه نصبه هي الايه؟ الفتح، تمام، يعني زي ما اقول لك بالظبط كده، يا طالبا بتنوين الفتحه، ها اجتهد، ها فطالبا هنا هقول نكره مقصوده. طب عرفتها ازاي يا مستر؟ عرفتها بعلامه النصب اللي جايه ايه فيها، كلمه جايه نكره وغير مقصوده، لان لا اقصد بها شخصا معينا، ها وجاي فيها علامه النصب، فاقول المنادى منصوب وعلامه نصب الفتحه. انما لو جيت بصيت عندي في النكره المقصوده هلاقي ايه؟ مش جايب لي علامه النصب، ها ويجيب لي علامات الايه؟ الرفع بتاعتها، فاقول يا طالب بضم الايه؟ الباء فيها، وما اجي اعرب فيها المنادى مش هيبقى بقى معرب بقى زي اللي فات، هيبقى منادى مبني ها على الضم في محل الايه؟ النصب. طيب عندي النوع الثاني من المنادى المعرب، العلم، اسمائنا واسماء الايه؟ البلاد، خلاص. طيب المنادى العلم ده، ها منادى لا بيجي مضاف ولا شبيه بالمضاف، وده سهل قوي ان انا اميزه، ان انا هلاقي المنادى عندي اسم ليا لانسان او اسم البلد، خلاص. طيب الاسم ده ممكن يجي لي مفرد ومثنى وجمع، كلام كويس قوي. طيب يا مستر اما اجي اعربه هعربه ازاي؟ هعربه بالبناء، هيبقى منادى مبني واحط علامه الضم على حسب عدد الكلمه وهيبقى في محل نصب. طب اديني امثله عشان انا مش فاهم. تعال بص معايا في المثال رقم 1، يا محمد اجتهد. انت ليه قلت محمد؟ ليه قلت محمد؟ اقول لان هنا المنادى علم، تمام كده، والمنادى العلم يبنى على علامات الرفع، ها فما اجي اعرب كلمه محمد هنا اقول منادى مبني على الضم، لان دي علامه الرفع للمفرد في محل الايه؟ النصب. تعال بص في المثال رقم 2، يا محمدان اجتهدا، ها عندي فين المنادى؟ محمدان، ايه اللي انت خدت بالك منه فيها؟ لاحظت ايه فيها؟ لاحظت ان جاي فيها علامه رفع اللي هي الالف بتاع المثنى، ان المثنى يرفع بالايه؟ بالالف، زي ما اخدته في خمسه ابتدائي ان شاء الله كده، تمام. طب اما اجي اعرب محمدان هنا هقول منادى مبني على الالف في محل الايه؟ النصب. تعال بص معايا في المثال رقم 3، ها الاقي الكلمه هنا يا محمدون، ها
ها جايب جمع الايه؟ المذكر السالم. طب جمع المذكر السالم ها بيرفع بالايه؟ بيرفع بالواو. فما اجي اعرب محمدون هنا ايه؟ اقول له هنا نوع المنادى علم، يبقى اما اجي اعربه اقول منادى مبني على الواو، ودي علامة الرفع لجمع المذكر السالم في محل الايه؟ النصب. طيب بص معايا في المثال رقم 4، يا فاطمات اجتهدنا. ها فاطمات هنا طبعا كلمة جمع مؤنث سالم، طب جمع المؤنث السالم بيرفع بإيه؟ ارجع معايا بالذاكرة لورا كده هتلاقي خدت في خمسة ابتدائي إن جمع المؤنث السالم بيرفع بالإيه؟ بالضم. طيب يبقى هنا نوع المنادى علم، لأن فاطمة ده اسم من أسمائنا الإنسان يعني. طيب يبقى ما أجي أعربها أقول منادى مبني على الضم، إن جمع مؤنث سالم أهي في محل الإيه؟ النصب، وده بسميه المنادى العلم اللي هو اسمائنا او اسماء الايه؟ البلاد. طيب عندي اخر نقطه، هو نداء ما فيه ال، جالي كلمه فيها الف ولام زي كلمه مثلا الطالب او كلمه الطالبه، طب اما اجي انادى عليها اقول يا الطالب يا الطالبه، لا ما ينفعش، طب اعمل ايه؟ قال لك نداء ما فيه ال، اذا اريد نداء اسم فيه الف ولام في اوله ناتي بلفظ اي أو أيته، تمام؟ أمال الهاء والألف اللي فيها دي إيه؟ ها ده حروف تنبيه زائدة زائدة، خلاص؟ طيب طب أجيب أي دي إمتى؟ وأيتها دي إمتى؟ أقول أيها دي هستخدمها إذا كانت الكلمة مذكر، طب أيتها يا مستر؟ هستخدمها إذا كانت الكلمة إيه؟ مؤنثة، وعلى فكرة ممكن أستخدم بدلهم اسم من أسماء الإشارة، أقول يا هذا يا هذه، خلاص. طيب اما اجي اعربهم بقى قال لك خد بالك ان اي وايته هنا تمام اخدوا اعراب المنادى. طيب هيبقى اعرابهم ايه؟ هيبقى اعرابهم منادى مبني على الضم في محل ايه؟ النصب. طب والهاء دي يا مستر؟ هقول للتنبيه، حرف زائد للتنبيه، تمام. طب اللي هيجي بعدها اللي هي الكلمة اللي بألف ولام اللي هي كلمة الطالب أو الطالبة، قال لي هتعرب نعت مرفوع، وده إعراب ثابت ليها، تمام. طب يفهمني يا مستر بمثال لو سمحت، هقول له يا أيها الطالب اجتهد، ركز كده معايا فين أداة النداء؟ هقول له يا، تمام. طيب المنادى هنا فين؟ أيو. طب ما أجي أعربه هقول له منادى مبني على الضم في محل النصب، طب الهاء دي يا مستر؟ انا لسه قايل لك الهاء هنا ايه؟ للتنبيه، زائده للتنبيه. طب اعرب كلمه الطالب ايه؟ اقول له نعت مرفوع علامه رفع الضمه لانها طبعا هنا مفرد. طب يا مستر هو الاعراب ده هيتغير لو جالي مثال تاني؟ اقول لك لا، الاعراب ده ثابت دايما، ثابت على طول. تعال بص معايا في المثال التاني، ها الكلمه او الجمله عندي سوري اتغيرت، يا ايتها الطالبه، تمام؟ فين اداه النداء؟ يا. طيب ايته هتعرب هنا ايه؟ منادى مبني على الضم في محل النصب، طب والهاء ها زائده للتنبيه. طب الطالبه نعت مرفوع وعلامه رفعه الايه؟ الضمه، نعت مرفوع علامه رفع الضمه، وزي ما قلت لك وباكد تاني اهوت ان الاعراب ده هيبقى اعراب ثابت مش هيتغير عندي، اللي هو اعراب ايها وايتها هيبقى منادى مبني على الضم في محل النصب، زي ما انت شايف هنا في المثالين انا كاتب لك نفس الايه؟ الاعراب، او مكرر لك نفس الايه؟ الاعراب. طب الكلمه اللي بالف ولام اللي هتيجي بعد ايها او ايتها، قال لي الكلمه ديت لو هي مشتقه هتعرب نعت، طب لو هي جامده هتعرب بدل، تمام، ودي بتيجي قليل اللي تعرب بدل، تمام، خلاص. طيب تعالوا ناخد بعض الامور الهامه جدا جدا. ايه من الحاجات المهمه اللي عندنا في اسلوب النداء؟ قال لي ان اسلوب النداء يجوز فيه حذف اداه النداء. تعالوا بصوا عندنا في القران الكريم لما جه ربنا سبحانه وتعالى ينادي على يوسف قال له ايه؟ ها يوسف اعرض عن هذا، هو المفروض يقول له ايه؟ ها التقدير فيها يا يوسف، تمام. طيب هو كده بقت الجمله غلط يا مستر؟ لا هي مش غلط ولا حاجه، لان انا لسه قايل لك يجوز حذف اداه النداء، ما انت ممكن تيجي تقول ايه؟ يا رب، تمام، يا ربنا، ها وممكن واحد تاني يقول لك ايه؟ ربنا، زي ما خدت في خمسه ابتدائي ربنا اتنا، تمام كده. طيب من الحاجات التانية ان يجوز حذف ياء المتكلم في يا ابي وعوض عنها بتاء تانيث، قول يا ابا تي زي ما انا جايب عندك في المثال قدامك كده، تمام. طيب نوع المنادى هنا هيبقى ايه؟
يا ها انا قلت لك حذف ياء الايه المتكلم، يا ابي ياء المتكلم، فياء المتكلم هتعرب هنا لايه؟ ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. ها والمنادى اللي بيجي بعده مضاف اليه بيبقى نوعه ايه؟ منادى ايه؟ طبعا شاطرين، منادى مضاف، مضاف. برافو عليكم. طيب الحاجه الثانيه برضو اللي لازم اخد بالي منها ان المنادى المضاف الى ياء المتكلم مثل يا ابي يا صاحبي يا صديقي يا بني، تمام، ده نوع من انواع المنادى المضاف، يعني ينتمي فيه المنادى للنوع المنادى المضاف. طيب حكمه ان هو بيبقى منصوب. طب اما اجي انصبه هنصبه بفتحه مقدره، يعني انا لو باجي اعرب ابي هنا، اب هنا، هيبقى منادى منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره على اخره، تمام. طب ياء المتكلم يا مستر، اما اجي اعربها ياء المتكلم هنا هعربها ايه؟ ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف ايه اليه. طيب خد بالك من حتة تانية، ان انا اصلا ممكن احذف لك الياء دي خالص، يا ابي يا صاحبي يا صديقي، ممكن احذف لك الياء منها. طب لو حذفتها هيبقى الجملة باظت او اسلوب النداء عندي باظ؟ لا ما باظ طبعا، يا رب يا ابي يا صاحبي يا صديقي، وشلت منها حذفت منها ايه؟ اداه النداء. طب اعرب اقول له رب او ابي هنا ايه؟ منادى منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره، تمام. طيب والياء هنا المحذوفة اللي عندي اللي هي ياء المتكلم هتعرب هنا ايه؟ ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف ايه اليه. اخر نقطة، ونقطة مهمة جدا جدا جدا، لفظ الجلالة الله، تمام، اما اجي استخدمه في اسلوب النداء، تمام. قال لك انت ممكن تقول او تستخدمه في اسلوب النداء في شكلين. الشكل الاول تقول يا الله ارحمني، يا الله ارحمني، وممكن تعوض او تحذف ها اداة النداء خالص وتعوض بدل اداة النداء تضيف لكلمة الله هنا حرف الايه؟ الميم، فتقول ايه؟ اللهم ارحمني، او اللهم اجرني من الايه؟ من عذاب ايه؟ النار. طيب طب اجي اعربها هنا اعربها ازاي بقى يا مستر؟ اقول لك الله هنا اما اجي اعربها، تمام، في الشكلين الله هنا او اللهم، تمام، اما اجي اعربها اقول منادى مبني على الضم في محل الايه؟ النصب، تمام. طيب ده في كلمة الله هنا. طب اللهم أقول برضو منادى مبني على الضم في محل النصب، والميم هنا ها جاية هنا إيه؟ عوضا، جاية بدل مين؟ حرف النداء اللي أنا إيه؟ حذفته أو شلته من الإيه؟ من الجملة. يبقى أنا انتهيت مع حضرتك دلوقتي على إن أسلوب النداء هقسمه لنوعين. الأول نوع معرب بيبقى فيه المنادى منصوب، اقول على طول منادى منصوب وعلامة نصبه هتختلف بقى علامة النصب على حسب العدد، لو كان مفرد هيبقى منصوب بالفتحة، جمع والتكسير هيبقى منصوب بالفتحة، المثنى بينصب بالياء، جمع المذكر السالم ينصب بالياء، جمع المؤنث السالم بينصب بالايه؟ بالكسرة. طيب ده النوع الاول اللي هو المنادى المعرب. طيب عندي منه 3 انواع، منادى مضاف شبيه بالمضاف، منادى نكرة غير مقصودة، عندي النوع التالي هو المنادى المبني اللي هو بيبقى فيه نوعين، منادى نكرة مقصودة، والتاني النوع التاني اللي هو الايه؟ العلم. وفيهم المنادى لما باجي اعربها هو المنادى مبني، وانت خدت البناء الاعراب والبناء تقريبا في الصف الاول الاعدادي وفهمت يعني ايه اعراب ويعني ايه بناء. ها طب اما اجي المنادى مبني هقول المنادى مبني على علامة الرفع. طب هعرف علامة الرفع دي ازاي؟ هرجع للمنادى اشوفه مفرد، لو مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم هرفعه بالضمة، لان التلاته دول بيبقوا مرفوعين بالضمه. طب لو مثنى هرفعه بالالف. طب لو جمع مذكر سالم قال لك هيرفعه بالايه؟ بالواو، تمام. طيب نداء ما فيه ال، وده اخر نداء عندي، قلت لك نداء ما فيه ال هشوف الكلمه اللي بالف ولام، الطالب مثلا او الطالبه، هفرق ما بين الكلمتين في حته مذكر ومؤنث، لو كانت مذكره الطالب هستخدم معاها ايها، ولو كانت مؤنثه هستخدم معاها ايتها، او ممكن استخدم اسماء اشاره اقول يا هذا الطالب، تمام، او يا هذه الطالبة، تمام، في اسلوب الايه؟ النداء، تمام. طيب اخر جزئية بالنسبة لي ان انا لازم اركز في الامور المهمة عندي اللي هو حذف اداة النداء يجوز حذفها، ومن الحاجات الاخرى ان انا ممكن احذف ضمير المتكلم، سوري، ياء المتكلم اللي هي الضمير التي تلحق بايه؟ بالكلمة، ممكن احذفها وممكن اسيبها، تمام، الامر عادي يعني مش هيأثر معايا في حاجة. آخر نقطة خالص، نداء لفظ الجلالة، إن أنا ممكن أقول يا الله أو ممكن أحذف أداة النداء وأقول إيه؟ اللهم. طبعًا أسلوب النداء
من الدروس المهمة جدا، وعشان اقدر اتقن درس زي ده لازم احل عليه كتير طبعا. واحنا مرفق طبعا مع الفيديو ان شاء الله، هينزل معاه شيت شرحي مجمع ايضا، زائد بعض الاسئلة اللي هنبدأ نحلها وهنتناقش فيها عن طريق الوسائل الاتصال المخصصة من ادارة المدرسة ان شاء الله. حبايبي يعني ارجو ان انا اكون قدرت ان انا اوصل لكم الدرس بطريقة سهلة. منتظر اسئلتكم او اي سؤال في الدرس، تمام، محتاجين فيه تفسير ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نفسره تاني. ويا ريت نشوف الفيديو ونشوف الشرح ونستمع كويس اول الشرح اكتر من مرة عشان نقدر نتقن الدرس ده ونطبق عليه. وان شاء الله موعدنا مع درس جديد باذن الله في المرة المقبلة. شكرا.